بسم الله الأب والابن والروح القدس الواحد امين. الحقيقه الامور اتصعبت وتصعدت لحاجة غريبه جدا جدا. شاب اسمه ابانوب عماد، الدنيا علم وعليها وطيها. ايه اللي حصل؟ استنكر عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، من بينهم مثقفين ومفكرين عايزين يطبقوا قانون ازدراء الاديان على المسيحيين بس. وتلقي ابانوب عماد بجامعه الزقازيق تهديدات بالقتل من قبل متشددين، وهو اللي نفى اساءته للدين الاسلامي وقال هاكر سرق حسابي. وانا رحت عملت محضر وبعتذر لكل اخواتي واصدقائي المسلمين. جاء بنص منشور وتداول في شخص اسمه معاذ عليان بيطلع يسيء في الديانة المسيحية وفي الإنجيل، وزي ما أبانوب هيتعاقب وده من حق المسلمين، الشخص ده برضه لازم يتعاقب. وزي ما الدين الإسلامي عندكم خط أحمر، أكيد برضه الدين المسيحي عندنا خط أحمر، وأظن الكلام ده ما يزعلش. أزمة أبانوب ومشكلته وقضيته مئات يعني شورت سكرين لناس بيشتموا المسيحية ورد المتشددين. ما ينفعش مسلم يتعاقب على حاجة بسيطة زي دي. يعني ايه بقى؟ يعني المسلم بيقول لك ايه بقى؟ بص خد بالك بقى. وجه الكاتب الليبراري احمد عرفات رسالة عبر حسابه على الفيسبوك بعنوان محاكاة لنقاش بسيط مع الاطلاع، وبيقول ايه؟ احنا عمرنا ما قلنا اهانة في حق الاديان والمعتقدات المختلفة، عشان كده ابانوب لازم يتحاسب. تمام، قدامكم اهو مئات الاسكرينات لناس منكم بيشتموا يهينوا يقللوا من معتقدات الاخرين كل يوم بنفس الشكل والطريقة، وكلهم فعل مش ده رد فعل. لدول فئة صغيرة احنا ضدهم وعايزين يعملوا فتنة ومش بيمثلونا. طيب يعني موافقين يتحاسبوا زي ما عملتوا مع بنوب؟ لا، دول مسلمين ربنا هيسامحهم عادي، وما ينفعش مسلم يتعاقب على حاجة بسيطة زي دي. يا سلام، بجد حقيقي يعني انا مش فاهم اقول ايه. لماذا المحاولة دايما بالتشويه يعني في حق مصر العظيمة اللي دايما الكل بيحاول ان يجردها من كل حاجة؟ قصة الطفل، الدفاع عن ابانوب، المحامي نبيل النقيب يعرض الدفاع عن ابانوب عماد. كفاية فرض عضلات، ما تاخدوا منهم الجزية تاني. استنكر على كبير من رواد التواصل الاجتماعي زي ما قلنا، واللي نفى ان هو اساء، وعرض المحامي النبيل النقيب الدفاع عن ابانوب عماد المتهم بازدراء الاديان، وكتب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: اللي يعرف الشاب المسيحي ابانوب يعطيه تليفوني، واذا حد تعرض له انا بطريقتي هعمل زي ما انتوا عايزين. بيقول لك هطربقها على دفاع الناس اللي بتضغط عليه فيهم. هو احنا عايشين في زريبه؟ في قانون يطبق على الجميع؟ كفايه بقى قله ادب وفرض عضلات، ما تاخدوا منهم الجزيه تاني ما دامت الحجايه بقت كده. واعلن برنامج صباح النور المذاعه عبر قناه سي تي في القبطيه الارثوذكسيه اتهام ابانوب عماد الطالب بكليه طب الاسنان جامعه الزقازيق بازدراء الاديان. قد كده خلاص الدنيا بقت سداح مداح، كل عايز حاجه بيعملها. ما اعتقدش. فيديو انتقادات من إخوة مسلمين للزميل أو لزميل أبانوب عماد، هو من بدأ بإهانة المسيحية وصرف، فقط رد أبانوب عليه. ضجت مواقع بتعليقات للإخوة المسلمين تتضمن انتقادات لزميل أبانوب عماد الطالب بكلية الطب جامعة الزقازيق والمتهم بازدراء الأديان. يقول قام زميله المسلم بتسريب جزء من محادثة بينهم واللي بيتضمن إساءة عماد للدين الإسلامي، أما الرسائل التي تؤكد أنه هو من بدأ بإهانة سفر النشيد الأناشيد بألفاظ خارجة لم يقم بنشرها، حسب ما ذكر برنامج صباح اليوم النور المذيع عبر قناة سي تي في القبطية الأرثوذكسية.
وحاول انه يستفز بيها ابانوب. وقالت مقدمة البرنامج ابانوب غلط نفس الغلطة ورد عليه بإهانة للدين الإسلامي، إذا الطرفين على خطأ واللي يغلط لازم يتحاسب أيا كان هو مين ودينه إيه. واستنكر على الكبير من رواد التواصل الاجتماعي من بينهم مثقفين ومفكرين نفس الكلام بيتقال، وإن هو تعرض لتهديدات واللي نفى فيه إساءته للإسلام وهاكر سرق حسابي وقمت بتحرير محضر. يا جماعة حتى لو الراجل اللي اسمه أبانوب ده غلط، لابد من إن احنا يعني زي ما سمحنا الأولاد اللي جم قلدوا القداس وسخروا من الكنيسة لازم كمان نشوف حل لهذا الكلام. المهم وكتبت الحقوقية كوكا مجدي عبر حسابها على الفيسبوك في شاب اسمه أبانوب كان بيعمل رد فعل على شخص اسمه عبد الرحمن عوض بيشتم بالمسيحية وخاطب زي عرض مريم السيدة مريم العذراء. المهم بقى ناس بس فيهم ألسنة الغيرة وعايزين ناخد حقنا واسلاما وده حقك يا سيدي انك تغير على دينك ورسولك، ولكن يا ريت كمان زي ما هتحاسب أبانوب او هنحاسب أبانوب او الدولة تحاسب أبانوب نحاسب المسلمين اللي بيطلعوا ليل ونهار على النت يشتموا في المسيحية وبيهينوا مقدساتها. يا ريت لو هتحقق العدل حققه على الطرفين، ما تبقاش رافع كفة الميزان عندما أبانوب والراجل اتعرض قال اتأسف اللي عمله، ومش موضوع ان احنا لازم نخش ازدراء اديان واللي غلط يستحمل نتيجة غلطته. طالما بنعرف نحاسب وبنعرف نقدم بلاغات وحلوين في الهاشتاجات وتشير لما نحاسب يعني نحاسب الكل، ويكون الغلط والشتايم وتقليل من الديانة انك تقلل من شأن الديانة المسيحية بشكل معلن وكوميكس، وناس عندها ريتش واقع ترفعه ببوستين ثلاثة عن المسيحية ومعتقداتهم حتى وقت العياد على بجات رسمية للدولة أو هيئة أو جريدة أو مصايب سودة مكتوبة في الكومنتات، الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟ طالما هنحاسب حاسب للكل ولا الأشكال اللي في الصورة دي بنوزع حلاوة على الناس في الشارع ربنا يرحمنا. بص احنا هنتجاهل الواد اللي أساء دين أبانوب للي دفعه أصلا إنه يخش يرد عليه، وهنطنش جروبات التليجرام اللي يوميا بتحرض على قتل المسيحيين، وهنطنش جروبات وبجات الفيس اللي يوميا بتسيء وتسخر من المسيحية، وهنطنش برضو ازدراءات اليوتيوبر على المسيحية يعني كل اللي فوق ده. وامسك في المسج بتاع أبانوب اللي هو طبيعي يدخل يرد عليه بنفس الإساءة اللي كانت على دينه، ماليش علاقة بيهم. لما تيجي تحاسب حاسب الكل أرجوك، مش دفاعا عن الشخص بس، واضح ان المسلم هو اللي بدأ بالشتيمة في الكتاب المقدس. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لو مش تمتنع عن قلة الأدب عشان انت متربي، امتنع عنها عشان دينك اللي انت بتدعي الدفاع عنه قالك. ويا رب نخلص من جهات الشاشات ده، وإلا رسول الله جامعة الزعدي وزارة العدل تهمة ازدراء الأديان وسب الرسول. يعني قصدك نسيت واحد يشتم رسول الله، انت عالة بتقولي ايه نسيب حد يشتم رسول الإسلام؟ يا حبيبتي هو دخل شتم من نفسه؟ لا هو بيرد على واحد أساء لنشيد الأنشاد دين الأنشاد، مش عارف ايه هو الدين بتاعهم أصلا دين ما دون دين الإسلام هو شريعة الله، والباقي كله مش أديان ورهبانية بتدعوها يعني أصلا منحرفة ومتداعية. يعني إحنا لما نغلط في اعتقاد الكفرة اللي هو أصلا خاطئ يقوم هو يسيب ديننا ورسولنا ونقول ده كان بيدافع عن أي إيمان تفوق تطلع محتوى يعني كلام كتير. هو جابها معاه تايما بنشيد الأنشاد وما أجمل رجليكي زي النعلين يا بنت الكريم، وكلام وسب وشتيمة للصبح على الدين المسيحي. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير، يا رب تكونوا سعداء وسلامات. سلام الرب يكون معكم.